الحبر الجديد من الميادين في الصحف والمواقع فيما ما قاعة السيوف في الأجواء حادثة جبل حريف تعلمنا درسا مهما نقرأ لأريال كهانا في إسرائيل اليوم. قلق أمريكي من حضور الصين وروسيا في قلب العالم مقال لهال برانس في فورم بوليسي الأمريكية بعنوان المعركة على أوراسيا ومن صحيفة الوطن السورية نقرا لعبد المنعم علي عيسى ما بعد القرار 8914 في الحدث هذا اليوم حراك سياسي في لبنان يكسر جمود ازمه الشغور الرئاسي فهل يتجه المشهد نحو توافق او تفاوض او مواجهه تمدد الازمه وفي جديد اليوم وزاره الدفاع الروسيه تعلن احباط هجوم واسع النطاق على جبهه دانيسك ونقرأ في الميدين نت مقالا لإبراهيم علوش بعنوان هل يصبح الذهب بديلا للدولار الأمريكي؟ وضيف اليوم دكتور وسيم بزي أهلا بكم فيما قعقعه السيوف في الاجواء حادثه جبل حريف تعلمنا درسا مهما عنوان في اسرائيل هيوم لاريال كهانه العبره من الحادثه على الحدود مع مصر هي انه برغم التعاون الامني والسياسي فالكراهيه في الشعب المصري لاسرائيل بقيت كما هي. ومما يقوله الكاتب أيضا. الهجوم على الحدود مع مصر يشكل تذكيرا بالتحديات الحقيقية الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الذي تشد فيه مجموعات معينة في مواقع القوى النقاش العام إلى مسائل دلع وطني مثل غلاء المعيشة. جاءت الحادثة القاسية لتوضح أن نفس وجود دولة يهودية في أرض إسرائيل لا يزال غير مسلما به. الدبلوماسيون الإسرائيليون في القاهرة موجودون في خطر دائم وكذلك ممثلون في الأردن في هذه الظروف ليس لدينا رفاهية التشاجر فيما بيننا يجب أن نكون مستعدين كرجل واحد لأشد السيناريوهات هذا هو الدرس الأشد الذي تعلمناه بثمن باهظ في جبل حريف ويقصد الكاتب هنا حادثة منطقة العوجة نجدد الترحيب بضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسيم بزي أهلا ومرحبا بك تحيه لحضرتك ست آلاء ولمشاهدي قناه الميادين اهلا وسهلا اذا اليوم كيف فاقمت هذه الحادثه عند الحدود المصريه عوامل القلق الاسرائيليه مع ما يثيره هذا المؤشر الجديد من قلق وصدمه وحيره يعني لم يكن ينقص بنيامين نتنياهو وحكومته الا ان تدخل الجبهه المصريه بهذا الثقل وبهذه الرسائل المتعددة الأبعاد على منظومة المواجهة المحيطة بكيان العدو الآخذة بالاتساع لتؤكد أن التحدي الحقيقي أمام هذا الكيان هو كل دول الطوق ومنطق تعدد الجبهات هو حقيقة واقعة دخلت مصر من خلال عبر هذه العملية صحيح أن هذا العمل نفذه جندي مصري بقرار قد يكون وحيدا منه لكن ما عكسه الكاتب في صحيفة إسرائيل هيوم المحسوبة أصلا على بنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي يؤكد تعاظم القلق الموجود لدي كيان العدو وان كل منظومه احلام التطبيع والاتفاقيات الابراهيميه التي جرى الرهان عليها والتغني بها تسقط رويدا رويدا وان هناك جيلا في العالم العربي والاسلامي جيل لم يعش بالماضي وقع المواجهة عمره لا يتجاوز العشرين عاما في مصر في الضفة في القدس في غزة في سوريا في لبنان وعلى مستوى كل محور المقاومة والمنطقة على المستوى نعم. الأعم هذا الجيل مصر على إرسال رسالته بالبريد المضمون عبر هكذا نموذج من العملية دكتور وسيم نبقى في تداعيات هذه الحادثة المهمة ومن الجهة المصرية نقرأ لعماد الدين حسين في بوابة الشروع مقالا بعنوان قراءه شعبيه في حادث العوجة كان طبيعيا أن كثيرا من المعلقين والمتابعين والشعب المصري تذكروا ما فعله الجندي سليمان خاطر الذي قتل سبعة إسرائيليين قرب منتجع رأس برقة في نوابع بسيناء في الخامس من أكتوبر عام 85 وكذلك الجندي أيمن حسن الذي اجتاز الحدود في السادس والعشرين من نوفمبر عام 90 وهاجم عدة مركبات شمال غرب إيلات وقتل أربعة إسرائيليين تعليقات السوشيال ميديا تكشف ان غالبيه المصريين ما يزالون يعرفون من هو صديقهم ومن هو عدوهم، وان اتفاقيه السلام هي اتفاقيه بين حكومتين لا تلزم الشعب بان يحب الاسرائيليين. غالبيه المصريين ما تزال تنظر الى الاسرائيليين على اساس انهم العدو، وان الصراع مع اسرائيل هو صراع وجود وليس حدود، كما قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ويخلص الكاتب إلى أن القوة الغاشمة والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين والعرب قد تجلب لاسرائيل العلاقات الرسمية مع بعض الحكومات، لكنها لن تأتي لها بالسلام الحقيقي أو التطبيع، وللأسف فإن هذه الرسالة لن تصل إلى الطبقة شديدة التطرف والعنصرية في حكومة الاحتلال. من جديد اليك دكتور وسيم بزي وانطلاقا مما كنت تتحدث عنه مصريا وعربيا، كيف تفهم رده الفعل هذه، هذه الفرحه التي عبر عنها الكثير من المصريين بعد عمليه الحدود. حقيقه ست ألا هذه العمليه بالذات مع اهميه ما, ذك ما ذكر الكاتب عن ماضي ابطال قاموا بهكذا مبادرات فرديه، لكن باعتقادي انا ان اللحظه الحاليه البيئه الحاضنه، المناخ العام السائد بالمنطقه يعطي هذه العمليه بعدا اضافيا يتجاوز الشخص على اهميته كبطل، ونحن يمكن حتى الان لم نعرف اسمه ولم يعلن رسميا عن اسمه. الرساله تقول ان كل دول الطوق ان اتفاقيات كم ديفيد ووادي عربه مع مصر والاردن، ان البعد السوداني لهذه الجغرافيا التي حصلت فيها العملية أن إرادة الشعب المصري بالاستمرار إلى النظر إلى هذا الكيان كعدو ان القوات المسلحه المصريه رغم الزامها باتفاقيات مضى عليها عقود من الزمن لكن الرساله تقول ان الوجدان ان الايمان المصري ان مفاهيم الصراع الحقيقيه لا زالت تضع مصر في منطوق المواجهه مع هذا العدو التكامل الاوروبي الاسيوي سيجعل خصوم واشنطن اقل عرضه للعقوبات ويعززهم عسكريا خلاصة عنونها هالبرانس في فورم بوليسي بعبارة لافتة: المعركة على اوراسيا. وفق الكاتب، قد يكون للحرب في اوكرانيا كثير من النتائج الايجابية، كي اعادت الولايات المتحدة اكتشاف مركزية قوتها وقيادتها، لكنه يرصد تحالفات بين الصين وروسيا وايران، وبدرجة اقل كوريا الشمالية، معتبرا انهم يمثلون شراكات استراتيجية متداخلة عبر اكبر مساحة ارضية في العالم، هي اوراسيا. ويعززون التجاره وشبكات النقل بعيدا عن متناول الدولار الامريكي والبحريه الامريكيه هي كتله من الاعداء اكثر تماسكا وخطرا من اي شيء واجهته الولايات المتحده منذ عقود وهكذا يخلص الكاتب من ضمن ما يخلص اليه الى ان التكامل الاوروبي الاسيوي سيجعل خصوم واشنطن اقل عرضه للعقوبات ويعززهم عسكريا دكتور وسيم بزي بات واضحا أن الدول التي عاقبتها أمريكا ليست محاصرة سوى من المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة فعليا في المعركة على أوراسيا قلب العالم الجغرافي والاقتصادي هل يكفي سلاح العقوبات؟ واضح تماما ست ألا أن سنة وثلاثة أشهر من المواجهة الأوكرانية على أرض أوكرانيا الصمود الروسي قدرة الاقتصاد الروسي المرن على تحمل العقوبات. تضخم لم يتجاوز 2%. تحالف متين بين الروس والصينيين والإيرانيين. اجتماع لدول البريكس لوزارة خارجيتهم منذ ثلاثة أيام. ما كتبه كيسنجر عن هذه المنطقة من العالم في كتابه الشهير رقعة الشطرنج. ما كتبه محمد حسنان هيكل عام 1990 و 73 عن هذه المنطقه انها قلب العالم مع الشرق الاوسط، المعركه الحاليه تعيد تاكيد مفهوم الجغرافيا السياسيه والتوازنات الحاكمه وان الدول التي تحاصرها امريكا وتفرض عليها سلاح التجويع والعقوبات وتشن عليها الحروب كما حاصل الان مع الناتو ضد روسيا، كل هذا يؤكد حتى الآن أن هذه الدول قد نجحت بفتح آفق حقيقي وجدي لعالم متعدد الأقطاب وأن هذه المنطقة من العالم وما تمثله من تقاطع لمصالح متعددة كالطاقه والقمح والاغذيه والاسمده وخطوط النقل وغيره وغيره تؤكد ان العالم يتجه مره اخرى نحو سقوط ناعم للولايات المتحده عن مملكه الاحاديه القطب وان مفهوم تعدد الاقطاب يتكرس بقوه عبر اوراسيا بالذات ليتمدد كبقعه الزيت على المعموره كلها. ولكن دكتور وسيم هل ستسمح الولايات المتحده التي ترى هذه الوقائع بان يستمر الحال وان نصل الى هكذا نتيجه وان بعد امد طويل طبيعي الا تسمح الولايات المتحده ست وهذا امر منطقي وهي تعاند وتسخر بكثير من القباحه حلفاء الاوروبيين كاداه لمحاولة عدم السماح هذه. لكن هي تستخدمهم وتجعلهم الدافع الأول لثمن عدم السماح الذي تتحدثين عنه. لكن مستوى الوعي والإدراك ومنظومه التفلت من العقوبات، ومحاوله التخلص من الدولار والذهاب الى بدائل حقيقيه، وما يكرسه تجمعي البريكس وشانغهاي وكل الحراك الجاري سواء في بحر الصين الجنوبي او في منطقه الشرق الاوسط او غيرها، يظهر ان الولايات المتحده امام تحديات متعدده قد تكون عاجزه عمليا عن مواجهتها بوقت واحد. لذلك هي تحاول تبريد بعض الجبهات لصالح أولوية المواجهة في أوكرانيا. ومعروف أن أمريكا تتجه مع مطلع هذا الخريف لحمل انتخابي رئاسي طويل ستظهر أكثر فأكثر نقاط الضعف الأمريكي في هذه المواجهة. وبالطبع دكتور وسيم النفط ومصادر الطاقة ليست بعيدة عن هذه المواجهة. نتحدث هنا عن صدام السعودية وبعض أعضاء أوبك بشأن حصص إنتاج النفط. عنوان في وول ستريت جورنال تنقل فيه الصحيفه عن مطلعين ان السعوديه وبعض اعضاء اوبك اشتبكوا بشان حصص انتاج النفط قبل اجتماع المجموعه المثير للجدل يوم الاحد في مؤشر على تنامي التوترات داخل المنظمه وسط مخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقه ووفق مصادر الصحيفه فقد طالبت السعوديه صغار المنتجين الافارقه بخفض حصصهم وتنقل عن مندوبين في منظمه اوبك قولهم ان خفض الانتاج بما يصل الى مليون برميل يوميا مطروح على الطاوله مع اجتماع اوبك وحلفائها بقياده روسيا. وخلصت وول ستريت جورنال الى القول انه اذا تمت الموافقه سيكون خفض الانتاج يوم الاحد هو الثالث من قبل اعضاء اوبك بلس منذ تشرين الاول اكتوبر عندما خفضوا الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. دكتور وسيم في ظل التعارض الواضح بين المصالح الاقتصادية للرياض والدور السياسي الذي تحاول أن تلعب هل تستطيع تحقيق هذا التوازن أم أنه لا بد من دفع كلفة في مكان ما؟ حقيقة ست ألا الول ستريت جورنال معروف أنها تعكس دوائر القرار في الدولة العميقة ودوائر الاستخبارات في الولايات المتحدة وأن أمريكا تناصب منظمة أوبك بلس العداء خاصة بعد أن فشلت بفرطها إثر زيارة الرئيس بايدن الشهيرة إلى الرياض في آب من العام الماضي لذلك الرهان الأمريكي عبر هذا المقال على شق عرى الوئام بين الدول المشكلة لأوبك بلس باعتقادي أنا بغير محله ما دامت الروافع الكبيرة كروسيا والسعودية متفقة على التخفيض الثالث عشية وصول الوزير بلينكين وزير خارجية أمريكا إلى الرياض السعوديون حتى الآن نجحوا بإحداث توازن بين الدور الجيوسياسي الذي يريدون لعب لعبه في المرحلة المقبلة وبين مصالحهم الاقتصادية ودليل ذلك أنه عشية اجتماع الأحد هناك تخفيض ثالث يحاول أن يحافظ على سعر النفط عند مستوى معين مع انخفاض العرض، وبالتالي هذا تحدي اضافي على ان الثنائي الروسي السعودي لا زال يبث روح الاستمراريه في منظمه اوبيك بلس بمواجهه الامريكيين والغرب بالتحديد. فوز اردوغان في الانتخابات حقبه جديده في السياسه الخارجيه التركيه. تحت هذا العنوان في صحيفة يني التركية يكتب قدير أوستون عن نقطة التحول هذه يقول الكاتب انه قد لا يكون من الواقعي التنبؤ بتحسن سريع لدور تركيا في الناتو والعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن حقيقة أن الغرب يدرك أنه يتعين عليه العمل مع الرئيس أردوغان للسنوات الخمس المقبلة ستقوي موقف تركيا، ويتابع أنه في الآونة الأخيرة نرى أن دول الشرق الأوسط تحاول إدارة التوازن بين تعميق التحالف الروسي الصيني والتحالف الغربي، وفق الكاتب هنا تبدأ مدة تلتقي فيها دول المنطقه اكثر بعضها مع بعض من اجل تقليل التوتر الناتج عن الصراع العالمي على القوه وتخفيف النزاعات الاقليميه ويعطي الكاتب امثله على ذلك كجهود تركيا للتطبيع مع دول الخليج وتطبيع العلاقات بين ايران والسعوديه وسيؤدي ذلك بدوره الى تسريع جهود التطبيع التركيه مع دول المنطقه ويخلص الى ان فوز اردوغان في الانتخابات سيساعد تركيا على تحقيق موقف اقوى على الساحه الدوليه دكتور وسيم تعيين رجل من اقوى رجال اردوغان نتحدث هنا عنها كان فيدان تماما صح. رئيس جهاز الاستخبارات وزيرا للخارجيه ما المتوقع من ذلك ولا سيما في الملف السوري؟ اولا ست الاء حينما يستحضر رجل امني مضى عليه كل هذا الزمن في موقع رئاسة المخابرات التركية وهو الابن المدلل لأردوغان والذي كان له دور مباشر في رد مخاطر عملية الانقلاب عام 2016 وهذه رسالة يريد من خلال أردوغان أن يقول إلى أي درجة يعطي أهمية لسياسته الخارجية وأن عصارة تجربة حقان فيدان في الأمن الجيوسياسي ويريد أن ينقله إلى السياسة الخارجية التحدي الحقيقي هو أن ما سعى إليه أردوغان في السنتين الاخيرتين من ولايته الماضيه او بالسنه الاخيره لمحاوله حل دائره المشاكل او مروحه المشاكل الكبيره التي افتعلها في المنطقه ونجح ببعض مساراتها مع السعوديه والامارات ومصر واولويه العلاقه مع الروس والايرانيين التحدي هو سوريا ست وقدره حقان فيدان الى ان ياخذ موضوع العلاقه السوريه التركيه برعايه الروس والايرانيين الى حد تثبيت تطور حقيقي يتجاوز منطق الشعبويه والانتخابات والتنافس مع المعارضه والنزوح السوري الى وضع سكه العلاقه بين سوريا وتركيا على مساعي حل حقيقي يبدا بالتخلص من الادوات الارهابيه التي اختطتها تركيا والتي حقان في فيدان كان مشرف عليها حتى الامس القريب. وهو هنا التحدي الحقيقي في الحكم على تطور الامور بالحديث عن العلاقة مع سوريا وعن سوريا تحديدا في جريدة الوطن السورية يتناول الكاتب عبد المنعم علي عيسى القرار 8914 الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية وينص القرار على ضرورة وجود خطة عربية متكاملة لا تقف عند عودة سوريا إلى محيطها الطبيعي الذي تكلل باستعادتها لمقعدها في قمة جدة في التاسع عشر من أيار مايو الماضي وإنما يتعداه إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسويق ذلك المسار دوليا، امريكيا واوروبيا بالدرجه الاولى، ويقول الكاتب ان الرياض التي تقود تلك المبادره او الخطه تدرك ان من شان تسويق هذه الاخيره غربيا ان يعطي الفعل زخما يبدو لازما لنجاحه او لتمام نجاحه بدرجه ادق، وكذا يمنحه تحصينا من هبوب رياح لا شك في ان الولايات المتحده قادره على اثارتها بدرجه قد تصبح معوقا للامر. الذي قد يطول وتبدو الرياض برأي الكاتب ومن, وراء ومن ورائها دول عربية عديدة وكأنها أخذت تسير بما بعد أو ما بعد إصدار القرار المذكور على طريق التمكين الدولي لهذا الأخير ومحاولة إزالة أي تهديد جوهري له من جديد اليك دكتور وسيم، هل من الممكن فعليا الوصول الى توافق دولي يشمل الموقف الامريكي والاوروبي تجاه مسار حل الازمه السوريه اي هل يمكن تحييدها عن تبعات واستقطابات الحرب في اوكرانيا؟ يعني حقيقه السعوديين يضعون نفسهم امام تحدي كبير. بأن يكون الانفتاح العربي الأخير على سوريا ومشاركة الرئيس الأسد في قمة جدة يحتاج إلى حد في أكبر وأهم هي بداية فتح كوريدورات في العلاقة بين سوريا والغرب وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا كالجميع يعرف ست ألا أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لم يكونوا مرتاحين للانفتاح العربي الأخير على دمشق لا زال الخطاب يحافظ على حد غير مفهوم من قبل هؤلاء تجاه سوريا نحن عم نحكي عن قانون قيصر عم نحكي عن قانون الكبتاجون الامريكي لبعد ضمن المهله قبل ان يبدا تطبيقه لكن القدره الجديه لا تنبع فقط من المسعى السعودي بل من حوار امني سوري امريكي جاري بشكل غير معلن عبر سلطنه عمان منذ اشهر، صحيح انه لم يفتح افق جدي حتى الان لكن هو الاساس الذي يمكن ان يوفر للولايات المتحده سلما لتنزل فيه عن الشجرة التي صعدت إليها بموضوع سوريا. لكن بكل أسف المنطق الغربي والأوروبي لا زال لا يريد أن يسلم بأن الرئيس بشار الأسد قد نجح بتحطيم المؤامرة الغربية عليه. وأنه يستفيد من كل الظروف الإقليمية والعالمية. ليستعيد قوته وحضوره بسرعتين كبيرتين. طيب الغرب... الغرب ليس فاعلا اليوم. هل هذا ما نفهمه منك دكتور وسيم. ليس فاعلا كما كان في الفترة السابقة؟ أكيد. هذا أمر طبيعي. أن الأمر انخفض كقدرة. لكن هذا لا ينفي أن الأمريكيين لازالت لديهم قدرة عرقل كبيرة. خاصة بموضوع شرق الفرات و قصد وموضوع قاعدة التنف وموضوع قانون قيصر وأن المسألة تحتاج إلى حوار واقعي لكن أساس هذا الحوار سيادة الدولة السورية وحدة التراب السوري وحدة العلم السوري وأن أي حوار قادم تحت عنوان حل سياسي. يجب أن يكون في دمشق وتحت رعاية الدولة. وأن مندرجات القرار 2 2 5 لم تعد صالحة. بظل موازين القوى الجديدة. وطبيعة المتغير الكبير الحاصل في العالم. <applause> مشاهدين في الحدث هذا اليوم كسرت التحركات السياسية الأخيرة جمود أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، الأنظار شاخصة إلى التوافق المفترض بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ومجموعة مما يعرفون بنواب التغيير على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، خيار رفضه حزب الله الذي ما زال وحليفته حركة أمل داعمين ترشح الوزير السابق سليمان فرنشية. مشهد المواجهة السياسية هذا فتح باب اللقاءات غير المعتادة كاستقبال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موفد البطريرك الماروني المطران بولس عبد الساتر حيث وصف اللقاء بالإيجابي وقبل ذلك وبعده يبقى العامل الخارجي بارزا بقوة فهل نتجه نحو تفاوض أم مواجهة سياسية أم شغور يطول ويطول وقبل مناقشه الحدث هذا اليوم نذهب الى مراسلنا في بيروت عباس الصباغ وجوله على ابرز ما جاء في الصحف والمواقع اللبنانيه اليوم. مرحبا عباس تفضل. مرحبا بك الاء وبمشاهدي الميادين الكرام بطبيعه الحال يعني الصحافه اللبنانيه اليوم حافله بالعناوين الرئيسه عن التحركات الاخيره على خط ملف الانتخابات الرئاسيه. نبدا من جريده الاخبار حيث نقرا من عناوينها الحرير والسنيورة معركة تصفية الحساب سفر جنبلاط يزعج بري ونصر الله أبلغ الراعي التمسك بفرنجي اكتمال ترشيح أزعور والمعركة على أصوات المترددين أما النهار فقالت ترشيح أزعور يحاصر معادلة التعطيل والفرد وإلى صحيفة البناء ونقرأ من عناوينها يدوم معوض يسحبونه لصالح أزعور والتيار يؤيد وتريث اشتراكي حرصا على التوافق نصر الله أبلغ موفد كركي التمسك بفرنجي والعودة إلى الورقة البيضاء إذا عقدت جلسة أما صحيفة اللواء فقالت بري للواء سأدعو إلى جلسة وأدرس التوقيت المعارضة تدفع بأزعور لمواجهة فرنجي وموفد للراعي التقى نصر الله وجنبلاط مع التوافق أولاً أما موقع النشر الإلكتروني فهناك مقال خاص بها بعنوان هز عصا ويسأل الكاتب ماذا لو دعا بري إلى جلسة الانتخاب الرئيس هذا الأسبوع طبعا الرئيس نبيه بري يعني كما أوردت الميادين الأمس دعا إلى جلسة الأسبوع المقبل وبالتالي ليس هذا الأسبوع أما صحيفة الجمهورية فتطالعنا بهذا العنوان إعادة إدراج لبنان على القائمة الرمادية ضربة قاضية لاقتصادنا ونعود لجريده الاخبار ونقرا مقال لرئيس تحريرها ابراهيم الامين بعنوان هل قبل ازعور مهمه انتحاريه طبعا في اشاره الى ترشيح الوزير السابق وزير ماليه السابق جهاد ازعور من قبل عدد من الكتل النيابيه ويقول ابراهيم الامين إن فسحة الوقت التي تركت لحوارات بين الأطراف الداخلية في الانتخابات الرئاسية كان يجري استثمارها دقيقة بدقيقة في مناقشات مع الأطراف الخارجية المعنية بالملف اللبناني جرى اختيار جهاد أزعور مرشحا للرئاسة باعتباره نقطة تقاطع وهي العبارة بالمناسبة استخدمها رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل بين هي نقطة تقاطع بين مكونات الفريق المرشح له لكن من السذاجة التصرف وكان هناك تحالفا وثيقا بين داعميه ويتابع الأمين صار أزعور مرشح مواجهة في وجه قسم من اللبنانيين إذ لا يمكنه القفز فوق الاعتبارات التي حكمت موقف من رشحه ليطلب التحاور مع الفريق الداعم لفرنجي بغية الحصول على تأييده بل على العكس فقد أصبح في نظر داعمي فرنجي مجرد خصم وعنوان لمعركة ومواجهه حقيقيه وهذا يعني ان عليه اما الانسحاب من معركه لم يقرر هو موعدها ولا عنوانها ولا يملك ادواتها ويتابع الامين واما القبول بان يكون جنديا في معركه فريق يضم داخله من يريدون مواجهه حزب الله فقط او جر الحزب الى تفاوض على صفقه لا يكون أزعور ضمنها، لهذا يكون انتهى ابراهيم الأمين من هذا المقال بعنوان جهاد أزعور نعم. والمهمة أو الانتحارية، نعم إذا عباس الرئيس بري دعا لجلسة في الرابع عشر من الشهر الحالي، ما المتوقع؟ ما السيناريو المتوقع خلال هذه الجلسة بعد كل المواقف النارية فعلا؟ يعني الا حتى هذه اللحظه وبحسب المواقف المعلنه للكتل النيابيه ولبعض ما يسمى بتكتل التغيير والمستقلين بان لا مرشح يملك الغالبيه التي تخوله ليصبح رئيسا للجمهوريه بحسب الدستور اللبناني اولا هناك حاجه لوجود 86 نائبا من اصل 128 في الجلسة الاولى والجلسة الثانية وكل الجلسات انتخاب رئيس وعلى ان يحصل المرشح على 86 صوتا في الدورة الاولى و65 صوتا في الدورة الثانية وبالتالي مجموع يعني البونتاج الذي اجرته كل وسائل الاعلام اللبنانية والمتابعين للملف الرئاسي ليس هناك من فريق يستطيع تامين هذا العدد الكافي لاي من المرشحين المعلنين او غير المعلنين وبالتالي السيناريو الارجح هو ان يكون هناك جلسة اولى في الانتخاب لا يحصل اي من المرشحين او يكون التنافس بين جهاد ازعور والورقه البيضاء وهذا احتمال وارد جدا وهو الارجح وبالتالي يطير النصاب في الجلسه في الدورة الثانية من الجلسة الأولى وبالتالي يعود لبنان إلى الفراغ استمرار الفراغ في سدة الرئاسة لأن لا يستطيع أي أي فريق فرض مرشح وكان لافتا فقط بأن بكركي والبطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي بالأمس في خلال عضته كان محايدا إن صح التعبير وقال بأنه يجب أن يكون هناك رئيس ليس على قاعدة غالب ولا ومغلوب وبالتالي ما سمعه الموفد في خلال لقائه مع حزب الله بان الاستمرار في دعم فرنجي وان هذا الموفد قال بان لا تبني لاي مرشح وبالتالي لبنان يعني على محك امام تحديات بالنسبه للملف الرئاسي وكل الترجيحات تقول بان في حال لم يتم التوافق ولم يتم الحوار، الرئيس نعم. نبي برد على الحوار مرارا حزب الله، تيار المرده واخرين، فبالتالي لبنان سيكون امام فراغ في سده الرئاسه قد يطول لاشهر طويله، نعم. مراسل الميدين عباس الصباغ حدثنا من بيروت كل الشكر لك ومن جديد الى ضيفنا الخبير في الشؤون السياسيه دكتور وسيم بزي. اذا النائب جبران باسيل قال ان جهاد ازعور نقطه تقاطع، النائب عن حزب الله حسن فضل الله قال هو مرشح مواجهه وتحدي فعليا مع تاييد قوى المعارضه و. الوطني الحر لخيار جهاد الزعور هل نحن امام مشهد اكثر حده واكثر انقساما يرتفع فيه سقف التحدي بشكل واضح يعني اكيد ست ألا ان ما تفضلت به قد ادخل البلد عمليا في مرحله سياسيه جديده هذه المرحله السياسيه الجديده رفع منسوب التحدي فيها من قبل خصوم حزب الله وانضمام التيار الوطني الحر إليهم لا يكفي كلام الوزير باسيل عن تقاطع حتى لا نعطي أبعاد سياسية عميقة وخطيرة لما جرى بكل أسف هذا الاصطفاف يبدو أن هناك قوة دفع غربية تعمل عليه من خلف الستار هناك رهان أن وجود, خارجي وجود وزير خارجية أمريكا بلينكين في السعودية للمشاركة بمؤتمر أمني قد يجعل هناك فرصة لتشاور بين الدول الخمس المعنية يبلور دعما خارجيا لخيار أزعور لكن واضح كمان من كلام سماحة السيد هاشم صفي الدين حج محمد رعد والأستاذ حسن فضل الله أن حزب الله يعتبر اختيار أزعور رفع لمنصوب المواجهة وأن خيار أزعور هو نيو ميشيل معوض بس بيافطة أو باسم مختلف بالعكس الخيار يأخذ بعدا تصعيديا وجاري الان عمليه محاوله حشد اصوات للوصول لل 65 قبل دعوه الرئيس بري الى الجلسه، دليلي على ذلك التغير في موقف النائب ميشيل ظاهر، اتصالات هاتفيه عديده اجراها البطرك الراعي ليله امس لمحاوله حشد مؤيدين خارج الحيادية التي تكلم فيها بعظته علما أن سرعة إعطاء موعد للمطران عبد الساتر من قبل سماحة السيد حسن نصر الله كان فيها محاولة استثمار في الإيجابيات لكن خطورة كل هذا المشهد ست ألا تتلخص في سطرين أن سليمان فرنجي يشكل بالنسبة لمن أيده من قوى سياسية وأحزاب يمثل ضمانة أما أي بديل آخر فهو يسقط مفهوم الضمانة ويأخذنا إلى خيارات وطنية تتجاوز موضوع الرئاسة وقد تجعلنا نصل إلى طاولة ما يكون الطرح فيها أكبر بكثير من موضوع الرئاسة لكي تحصل الضمانات من خلال طروحات تتعلق بالميثاق نعم. ما دام الآخرين رفضوا رئيسا يشكل هذه الضمانات بشخصه وبخياره وبانتمائه طيب. كما ذكرت أن هذا الخيار قد يأخذنا إلى طاولة نقاش تفتح عليها مواضيع وملفات صح. أكبر من الرئاسة هل يمكن القول إن اللقاء بين السيد نصر الله ومفد البطريرك الذي وصف بالإيجابي والذي لابد أنه فتح باب الحوار هل سوف يفتح الباب أمام الوصول إلى هذه الطاولة؟ من البداية ست حزب الله يعلن إرادة الحوار يسعى لمنطق توافقي يجري التفاهم من خلاله على الاسم المعني يدعو الاخرين للابتعاد عن مرشحي التحدي، صحيح ان اللقاء كان ايجابيا كما اعلن، لكن مدخليه ما اعلن هو تمسك حزب الله بخيار سليمان فرنجي. وبالتالي اي حوار على الطاوله يتضمن اسماء اخرى يجب ان يتضمن ايضا سليمان فرنجيه، وحينها يفتح النقاش على مصراعيه اذا كانت هذه هي الروح وبالتالي من الممكن حينها أن نتحدث عن حوار علما أن البطرك الراعي حينما خاطبه الرئيس ماكرون باللقاء الأخير أننا نحن تبنينا سليمان فرنجي باعتباره صاحب الفرصة الأكبر وأن الآخرين مختلفين أجابه البترك الراعي أنا أحمل رسالة توافق على المرشح جهاد أزعور جاوبوا مكرون حينها فإذا اذهبوا إلى مجلس النواب واحتكموا للتصويت مع نصيحة بألا تتصادموا مع المكون الآخر في الوطن وبالتالي المعادلة الآن تقف في هذا المكان وباعتقادي أنا رفع مستوى التحدي من خلال هذا الخيار سياخذنا مثل ما قال الاستاذ عباس الصباغ الى فراغ والى تاخر الموضوع الرئاسي وقد نذهب الى ما هو ابعد من ذلك كما تكلمنا قبل قليل. قلت دكتور وسيم ان ما نراه اليوم هو تكرار لسيناريو ميشيل معوض تحديدا قلت ان جهاد ازعور نيو ميشيل معوض فعليا لماذا يتم طرح اسم جهاد ازعور؟ هل للوصول الى تسويه ليكون مثلا خيار ثالث هو البديل عن فرنجيه وازعور اكيد هناك عده نوايا خلف من سموا ازعور وبرايي الشخصي انا ولا حدا من الاطراف الكبار الذين تبنوا ازعور يريدون لهذا الخيار ان يتحقق كل لسببه، الوزير باسيل يريد ان يضرب ازعور بفرنجيه ليذهب الى النقاش في اسم ثالث، القوات اللبنانيه تعتبر خيار ازعور يعزز الفراغ الذي يبقى اولويتها الاساسيه حتى اشعار اخر، التغييريين منقسمين الى ثلاث اقسام ازاء موضوع الازعور اما الاهم ستاء ان اسم الازعور مطروح منذ سنه في كواليس السياسي وهناك قوى عملت على تقديمه عمليا لما عم بتقولي الأزعور الرئيس وريل حسن رئيس وريا الحسن رئيسة حكومة وكأنك تقولين فؤاد السنيورة يحكم لبنان وبالتالي أي درك أسفل يوضع للبلد أمام تحديات المرحلة المقبلة هذا عنوان لمواجهة أهلية بالوقت للمنطقة عم تذهب على تفاهمات وتوافقات رأيي الشخصي أنا أن سليمان فرجي لازال يملك من الفرصة وأوراق القوة وحركية المنطقة في المرحلة القادمة. ما يجعله صاحب الفرصة الأكبر. لكن على أساس التفاهمات الخارجية المنسجمة مع واقعية طيب دكتور الداخل. روسيم. قبل لا. ان نتحدث اكثر عن التفاهمات الخارجيه والموقف الدولي من كل ما يجري، هناك اعتراض في البيت الداخلي للتيار الوطني الحر ولعل حضور العماد ميشيل عون او الرئيس السابق ميشيل عون اجتماع تكتل لبنان القوي كان دليلا على ان هناك محاوله لفرض قرار كما قرانا في عديد من وسائل الاعلام، هل يصل هذا الخلاف الى الجلسه الى جلسه مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس بري؟ يعني 6000 مع يعني احترامنا للخيار الوطني الذي يمثله التيار الوطني الحر لكن اللي عم تتفضلي فيه بسؤالك هو حقيقه واقعه وقائمه الرئيس عون حضر اجتماع التكتل بمير الشيلوحي وحضر خطاب الوزير باسيل في سمار جبال هذا دليل على ان حضور الرئيس عون يريد ان يدرأ امكانيه الانقسام لكن واضح ان هذا الانقسام يطال على الاقل ثمانيه نواب إذا قلنا نحن عم نحكي عن عشرين مع الطشناق علما أنه الوزير بوشكيان وضعه خاص على الأقل هناك ثمانية نواب لن يقترعوا ويسيروا بخيار الأزعور يمكن أربعة منهم يأيدوا سليمان فرنجية وأربعة يختاروا ورقة بيضة لكن مستحيل لمن كان له فقرة في كتاب الإبراء المستحيل وأعني فؤاد السنيورة وجهاد أزعور أن يذهب كثيرون إلى التصويت له من داخل كتلة التيار لأن هذا في نقض لمنطق تاريخي اعلن فيه الطيار ايمانه بمكافحه الفساد وبالنهايه جهاد ازعور ابن مدرسه فؤاد السنيوره ولمن يستمع الينا ان يقرر ويبني على ذلك. هذا عن موقف التيار الوطني الحر، لابد ان نسال وعذرا لضيق الوقت عن موقف الحقيقي اليوم لوليد جنبلاط، هل هو محرج تجاه الرئيس بري شخصيا؟ يعني تصريحات نوابي فيه الكثير من التهرب، ما حقيقه الموقف اليوم؟ حقيقه وليد جنبلاط مارس ثلاث شغلات هو أكيد كان طارح جهاد أزعور بالأسماء الثلاث لكن وليد جنبلاط متبرم ومنزعج من الواقع الحالي الموجود وانقساماته هو هرب باتجاه قبرص كمرحلة أولى وعنده اجتماعات إلى علاقة بعرب 48 ثم تابع باتجاه باريس ترك لتيمور حرية تقييم الأمر والقرار يوم الثلاثاء أو الخميس القادمين لكن يحتفظ بكابح بإيده برأيي الشخصي أنا وليد جنبلاط بصوت بورقة بيضة بالجلسة الأولى وعلى ضوء تقييم الجلسة الأولى يقرر كيف سيتصرف بالجلسة الثانية لكنه يحسب جيدا ظروف وتوازنات الإقليم وموازين القوى في الداخل ولن يرتكب خطأ قاتلا كرما لعيني أحد خاصة بنظرته السلبية لموقف تكتل لا. لبنان القوي وكتلة الجمهورية القوي. والآن مشاهدينا ماذا في جديد اليوم We'll be right <laughs> back. في جديد اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا واسعاً النطاق على جبهة دانيتس. وقال المتحدث باسم الوزارة أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غريسيموف هو من قاد عملية التصدي وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف إلى اختراق الدفاعات في أكثر مناطق الجبهة ضعفا وفق تصورها وذلك في إطار عملية واسعة لهذه القوات هدفت إلى إعادة احتلال أراض خاضعة لسيطرة الجيش الروسي فاصل قصير نتابع بعده بالحبر الجديد من جديد أهلاً بكم والى جولة على أبرز موضوعات الميادين نت وقضاياها بلغاتها المتعددة. ونبدأ الجولة من الميدين باللغة العربية. هذا مقال لابراهيم علوش بعنوان هل يصبح الذهب بديلاً للدولار أو هل يصلح الذهب بديلاً للدولار الأمريكي؟ وعن الملف التركي نقرأ لرانا أبي جمعة دمرتاش عائد ولكن من صفحة الثقافة والفنون نقرأ هبة القواس نت نحاول صون الكونزرفاتوار في زمن الصعاب من صفحة المجتمع نطل على الجزائر وهذا التقرير بعنوان موسم التقطير في الجزائر أريج يقاوم غلاء الزهر والورد أما في التكنولوجيا فنقرأ هذا العنوان اللافت ابتكار روسي نفط حيوي من النفايات والطحالب بالانتقال إلى موقع الميدينات باللغة الإنجليزية نبدأ من مقال لحنا عيد بعنوان الأرستقراطية العمالية والإمبريالية في القرن الحادي والعشرين يتناول فيه ديناميكيات العلاقة بقانون القيمة على نطاق عالمي وبأزمة تراكم النفايات والاعتبارات الجيوستراتيجية والاستقطاب في العالم وإلى صفحة بالصور حيث نتابع معا ماذا يحصل في السنغال ومن انفوجراف الميادين غالبية الأمريكيين لا تثق بمكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي والآن إلى جولة على أبرز ما تناولته منصات التواصل الاجتماعي ضمن فقرة الميادين أونلاين تصحبنا فيها الزميلة من الميادينات إسراء الفرج مرحبا إسراء تحياتي <applause> ألا نبدأ جولتنا اليوم مع تفاعل الناس مع العملية الفدائية التي قام بها جندي مصري يوم السبت الفائت وأدى وأدت العملية إلى مقتل ثلاثة من الجنود الصهاينة فقال محمد السيد بطلنا المصري اسمه محمد صلاح مجند في الأمن المركزي محمد صلاح ذو 22 عام من منطقة عين شمس في القاهرة وهو منفذ هجوم الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني اريد الاشاره لا, في الحقيقه الناس بدات تسميه ببطل او فخر العرب الحقيقي لانه اسمه محمد صلاح أيضا كتب حساب آخر اسمه محمد المدهون رحم الله الشهيد البطل فخر العرب الحقيقي محمد صلاح منفذ عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة هذا النعي والالتفاف الجماهيري الضخم حول الشهيد في مصر والوطن العربي أجمع يذكرني دائما بمقولة بالمقولة الشهيرة بأن مشكلة إسرائيل ليست مع الأنظمة وإنما مع الشعوب التي تحمل الكراهية لنا ولصهاينة العرب نقول طبعوا كما تشاءون فإن بوصلة الشعوب يرسمها محمد صلاح وامثاله من الرجال الاحرار فان التطبيع لن يغير من حقيقه ان هذا الاحتلال الى زوال ان شاء الله فيما كتب قلم حر لم تسقط بل ارتقيت شهيدا باذن الله ورفعت راسك وراس كل المصريين والعرب والمسلمين وحساب اخر باسم ابو سياف الظاهري الجيش الذي لا يقهر لطالما سمعنا هذه الجمله كثيرا تردد عبر اعلامهم واعلام ادواتهم ومن يسبحون بحمدهم ومن يسبحون بحمدهم هذا المقطع يوضح قهر وعويل ونحيب الجيش الذي لا يقهر هذا بكاء جيش بل بكاء عصابات مغتصبه هشه جاءت لاحتلال بلد عربي وأر أرض إسلامية فلسطين وها هم اليوم يبكون لمقتل ثلاثة من جنودهم ووضع هذا الحساب أيضا فيديو في الحقيقة للجنازة التي عملت عملوها لجنودهم آلاء عادة الأعمال البطولية لا ينساها أحد لذلك نشر حساب باسم هيستوريك فيدز قصة حدثت قبل 14 عاما لطفل اسمه اعتزاز حسين هو طفل باكستاني في الحقيقة فدى نفسه وأوقف شخص كان يرتدي حزام ناسف وهذا الشخص فجر نفسه في حسين وحسين رآه عندما كان يتجه الى المدرسه برفقه زملائه فحاول ان يمنعه من ان يفجر نفسه في المدرسه لتفادي قتل زملائه، فعلق على هذه القصه حساب باسمه باسم دون لورنس قائلا: يا له من شخص رائع ان يهتم اكثر بحياه اصدقائه ويضحي بحياته من اجلهم، امل ان تشكر تشكر جميع الامهات و والدة هذا الشجاع فيما شارك احدهم بما قاله والد حسن ابني جعل امه تبكي لكنه حمى مئات الامهات من البكاء على اولادهم. كتب حساب باسم ام وانا افكر بالتضحيه التي عملها ابكتني القصه، قلبي ينكسر من اجل عائلته لكن الفخر الذي يجب ان يشعروا به لا يقاس شجاعه لا تصدق. من العمليات البطوليه الى الانفجار الذي حدث في واشنطن يوم امس كتب حساب الاحداث الامريكيه عاجل صوت قوي مجهول المصدر في العاصمه واشنطن واهتزت بسببه المباني علقت بعض الناس علقوا بسخريه فوجه هذال رساله للبيت الابيض وكتب أمسكوه لا يطيح هو يسقط بدون أصوات واهتزازات ساخرا من الوقعات التي تحدث دائما لجو بايدن وقال حساب آخر شكلها حرب جديدة لنشر حقوق الإنسان فيما قال أيضا حساب باسم سومر بس ما يروحوا يحطوها يظهر بظهر شيء بلد مسلم ويصير اجتياح للبلد بسبب الدراما هذا أريد الإشارة ألا إلى أن الفجار الذي حصل كان في الحقيقة لطائرة كان مسموح لها الطيران من قبل البنتاغون ولا يوجد اي شيء يدعو للمخاوف. هذا كان كل ما لدينا الاء شكرا لك. الزميله من الميادين سراء اسراء الفرج كل الشكر لك على هذه الجوله والشكر بالطبع لضيفنا دكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون السياسيه كنت معنا مباشره من بيروت، شكرا على القراءات القيمه التي فعلا اغنيت بها هذه الحلقه، مشاهدينا هذه الحلقه من بالحبر الجديد انتهت، شكرا لطيب المتابعه بأمان الله.